تحتاج نحي الظلام، وأثناء ساعات الحجر المنزلي يتوجه منير بشاحنته إلى المربيين المتناثرين هنا وهناك عبر أرجاء المدينة ليجمع منتوجهم من الحليب لتحويله إلى المصنع. هذه هي خدمتنا، نبدأ بعد منتصف تاع الليل نجمع الحليب من عند المربيين نديه اللوزين يتخدم، وغدوة إن شاء الله يكون المواطن يلقى الحليب واجد في الحوانت. نخدم في الليلة نتمشى حوالي 150-200 كيلومتر في الليلة، والشيء المؤسف عندنا دودانات بزاف، نمشيو اكثر من 160 دودان من اللوزين حتى العطل. ومع انتشار جائحه الكورونا يضطر منير الى التجديد في اجراءات الوقايه، خاصه في شقها المتعلق بالتعقيم وارتداء وسائل الوقايه. مع انتشار فيروس كورونا رانا رانفورسينا شويه في الوقايه، لي غون لي بافيت والجل، والشاحنة تاني نغسلها بالمعقم عند مطهر، وما من لبسة نغسلها يومياً بجافيل. أما عن الحواجز الأمنية فالاحترام هو ما لمسه منير من لدن قوات الأمن المختلفة نظير ما يقوم به. وانت مشاو في الطريق والبراجات كاينين، كاين براجات يحبسونا ويشوفونا طوريزاسيون، عندنا طوريزاسيون، أقول لك ربي يعاونك. منير لم يفوت الفرصة ليقدم نصيحته للجزائريين حيث قال: ما لقري عندي طوريزاسيون باش نخدم، بصح محتم عليا نخدم، كل ماشي محتم عليا ماشي راح نخدم، نريح في الدار مع أولادي. نصيحتي للناس إلا ما عندكش واش دير برا غير ريح في دارك واستغل عائلتك خير وخير. منير عينة من الساهرين على راحتنا، كان الله في عونهم وحفظهم بعينه التي لا تنام.